إن هذا الوطن يستطيع أن يطمئن ويأمن بعد خوف، أنه قد أصبح له درع وسيف. كانت حرب أكتوبر لحظة مقدسة نسي العرب فيها كل عوامل التشتت والفرقة. كان العبور مشهداً للإخوة، نفضوا خلاله كل غبار عابر، ظهرت صورة العرب براقة عليا. تشاركوا لحظات الاستشهاد ومنحوا بعضهم أوراق الضغط المتاحة. تحقق النصر، فكان نصر العروبة للمصريين وحدهم. في الميدان قاتل العرب معا، فقدمت بلاد الرافدين فيلقا مدرعا وفرقة مشاة آلية ولواء قوات خاصة، كما قاتل 5 أسراب جوية طيران العدو. آلاف المقاتلين على الأرض وأسراب من طائرات النقل الجوي وطائرات الهليكوبتر والدبابات. وفي الضربة الجوية الأولى الحاسمة حلقت 24 طائرة بجانب 200 طائرة مصرية في الساعة 2 من ظهر 6 أكتوبر إلى مواقع العدو في شرق قناة السويس. وبالتزامن مع الدعم العراقي قدمت الجزائر نحو 96 دبابة و32 آلية مجنزرة و12 مدفع ميدان و16 مدفعا مضادا للطائرات وما يزيد عن 50 طائرة حديثة. لم تنس الجزائر الدور المصري في حرب أكتوبر ودفعت ضريبة الإخوة دما. على الجبهة السورية كان التواجد الكويتي مؤثراً، فأرسل الكويت قوة الجهراء المجحفلة بعد العبور بأسبوع قوامها 3000 مقاتل. كما أرسلت الكويت إلى مصر 5 طائرات هوكر هنتر إضافة إلى طائرتي نقل من طراز C-130 تحملان الذخيرة وقطع الغيار. كان السودان شريكاً مؤثراً في العبور، فوصل لواء مشاة عبر بعضهم قناة السويس وشارك في قتال ثغرة الدفرسوار. واحد من الأدوار المؤثرة في الانتصار كان موقف السعودية، فأوقفت تصدير البترول للغرب وتبرعت $200 مليون للمجهود الحربي، ودشنت جسرا جويا لإرسال 20,000 جندي إلى الجبهة السورية، وقاتل السعوديون بشراسة على الجبهة السورية في معركة تل مرعي في 20 و21 من أكتوبر عام 1973. خاض السعوديون ملحمة كبرى سياسية ودبلوماسية واقتصادية عززت من النصر وكانت أحد أسبابه. أكتوبر كان يوم العرب من المحيط إلى الخليج، لم يكن دعماً شعاراتياً أجوفاً، كان دعماً بالدم والمال والسلاح. كان واحداً من أيام المجد خلدته كتب التاريخ.